بسأل فنسجد له رغم ضعفه، والعبارة دي وردت في الفصل الأول من تجسد الكلمة. ليه أو بيقصد إيه القديس أثناسيوس الرسولي بكلمة ضعفه، وليه غير المؤمنين بيعتبروا أن تجسد الله هو نوع من أنواع الضعف؟ هو طبعا الشكل الخارجي للمسيح باين فيه أنه إنسان طبيعي عادي زينا زيه، والإهانة لحقيقته في الصليب والقبض عليه والمحاكمة والجرجرة من حتة لحتة واللطم والبصق والاستهزاء والجلد ودق المسامير، كل دي بتبين ان هو مستسلم لحاجة فيبقى ضعيف. فده اسمه الضعف الظاهري. يقول معلمنا بولس: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. فالناس شايفاه ضعيف وفقير. الفقر هنا مش بس المال، وطبعا كان فقير في المال يعني ليس له أين يسند رأسه، لكن هنا الفقر في كل شيء. زي ما بنقول في التسبيحة: أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فإحنا فقراء في النعمة، فقراء في المعرفة، فقراء في الفضيلة، فقراء في البر، فقراء في الحياة. كل شيء معدوم عند البشرية. لما جه هو أخذ كل الضعف بتاعنا فبان أنه ضعيف زينا، لكن هو في جواه القوة الحقيقية فأعطانا قوته. عشان كده افتقر وهو غني من أجلنا لكي تستغنوا أنتم بفقره. ويقول معلمنا بولس برضه في رسالة كورنثوس الثانية: لأنه إن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله، يعني قوة الآب، فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. فالمسيح في شكل الصليب كان ضعيف، في التجسد نفسه كان شكله ضعيف. وعشان كده إحنا بنيجي في الجمعة العظيمة في لحن أمنو جنيس نقول له: قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. عامل زي إيه؟ النبوة اللي جت بتاعت داود وجليات. جليات قائد جيش كبير وعملاق والناس خايفة منه، واقف يقود جيشه وبيهدد بني إسرائيل ويقول لهم: إذا كان فيكم حد يبارزني أنا أقتله ونستولي على بلدكم، هو يقتلني يستولي على بلد. فكان الجيش بتاع بني إسرائيل لهم قائد وليهم ملك شاول، وكان ممكن جدا حد من الكبار يبارزه وقد يكون يغلب أو يتغلب، لكن ربنا سمح أن كل الجيش يرتعب من جليات الجبار، ويطلع داود العيل الصغير اللي لسه مش متمرن على الحرب لدرجة لما لبسوه ملابس الحرب اتكعبل فيها ولبس الجلابية بتاعته بتاعت الراعي وجاب جراب فيه حصاوي ونبلة. فالمنظر ده ضعيف لدرجة ان جليات بص له استهزأ بيه، قال له: انت طالع تحارب كلب؟ وحس ان هو يعني انا هجيبك كده بايدي اموتك. فداود قال له بقوة: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وأنا أتي إليك باسم رب الجنود. صحيح. اللي أنت عيرت صفوفه. وبعدين بالضعف ده أخذ حصواية ولفها وخبطها في دماغه واستطاع أن يغلب جليات الجبار. جليات هنا طبعا القصة دي تاريخيا حصلت، لكن ليها المعنى المسياني. جليات يرمز للشيطان المتجبر المتسلط على البشر واللي بيهددهم وبيموتهم. داود هنا يرمز للمسيح في حالة الضعف، إن جاي للشيطان كأن الشيطان أقوى وهو اللي هيقدر يغلبه. فالمسيح بالضعف ده أظهر ما هو أعظم من القوة. وبنيجي في يوم الجمعة العظيمة نتأمل في الحتة دي، نقول إن المسيح ما كانش على جبل طابور تجلي ولا في معجزاته، لكن استطاع أن يغلب الشيطان على الصليب وهو في أضعف لحظة في حياته على الأرض. صحيح. عشان كده الضعف الظاهري دوت إحنا بنسجد له زي ما قال القديس أثناسيوس. العالم ينظر إليه على أنه ضعف ومش مقبول. ودي برضو باي ذا واي، يعني نقول إيه، أحيانا إحنا في الخدمة يبدو أننا ضعفاء، لكن الله يستطيع أن يستخدم الأواني الضعيفة لخلاص الناس. صحيح. والإنسان الذي يتباهى بالقوة
الله يفارقه على طول. القوة دي ممكن تكون قوة بدنية أو قوة مالية أو قوة ذهنية. يعني واحد غلباوي فبالغلبة والكلام الكتير يقدر يغلب اللي حواليه، أو واحد يتباهى بالمعرفة وبالقراءة وباللغات وبغيره. فهنا القوة بتاعته دي لا تمجد الله، لأن زي ما قال معلمنا بولس لنا هذا الكنز، كنز الخدمة في أواني خزفية. طب ليه ربنا يختار أواني خزفية؟ قال يكون فضل القوة لله لا منا. فإذا كان المسيح خلصنا بالضعف فيجب أن نخلص الناس أيضا بالضعف، مش بالافتراء ولا باستعراض القوة ولا بالبلاغة. قوة ربنا.